في ظلال السيرة. القيادة مسؤولية لا غنيمة. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد حدثتنا عن طعامها وطعام زوجها صلى الله عليه وسلم، الذي يقتصر على الأسودين التمر والماء، لكنها تستدرك وتتذكر أن له جيرانا من الأنصار كانت لهم منائح من الغنم، فكانوا يرسلون إليه من ألبانها فيسقونه. هذا هو طعام قائد الأمة الذي يصفه أعداؤه بالباحث عن الشهوات. أما قصره وأثاثه الفاخر وأرائكه وسجاده وستائره وتحفه فمجموعة نادرة. أبكت ابن الخطاب بعدما دخل بيت نبيه فوجده مضطجعا على حصير، وسادته من جلد محشو بالليف، فرأى جنبه صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى خطوط وحفر حمراء من أثر الحصير القاسي. تأملت عينا عمر خطوط جسده الشريف، ثم طافت في أرجاء المكان فرأى خزانة الطعام ليس فيها سوى قبضات من شعير، ورأى ورق السلم الذي يستخدمه صلى الله عليه وسلم في دبغ الجلود، ورأى جلودا معلقة استعدادا لدبغها وصنع وسادة أو قربة منها. جالت عينا عمر تبحث عن الحرير والذهب والفضة والتحف النادرة، جالت وجالت فإذا الدموع قد سالت. رأى صلى الله عليه وسلم تلك الدموع فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فتعجب عمر من سؤال نبيه صلى الله عليه وسلم، فتنهد بسؤال كالجمر على كبده: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك. عندها أجابه صلى الله عليه وسلم، أجابه إجابة لو وعاها القادة لأصبحوا عشق شعوبهم وشعرهم ومشاعرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ لا يلام أهل الصفة على عشق المدينة، لا يلامون على عشق دولتهم ما دامت هذه هي أخلاق قائدهم. إنهم يرونه بينهم حول جراحهم ومعاناتهم. ها هو أحدهم يصيح وقد احترق جوفه: يا رسول الله، قد أحرق التمر بطوننا. لم يهمل صلى الله عليه وسلم نداءه، ولم يقمع شكواه، بل قام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ما لقي هو وأبو بكر الصديق من قومهما فقال: مكثت أنا وصاحبي 14 ليلة ما لنا طعام إلا البرير، وهو ثمر الأراك،
فقدمنا على إخواننا من الأنصار، وعظم طعامهم التمر فواسونا فيه، ثم حلف لمواطنيه: والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم. فهل يلامون على حبه صلى الله عليه وسلم وحب الأرض التي يمشي عليها في ظلال السيرة؟